السلام عليكم. وقعت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة بوساطة قطرية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد. وقد وقع الاتفاق بعد أكثر من 6 أسابيع من الهجوم الإسرائيلي على غزة، وبعد سيل من تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين وتأكيداتهم بأنهم بالقوة سيسترجعون محتجزيهم وأسراهم الذين أخذتهم فصائل المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى قبل أقل من شهرين. ونصت الهدنة في أبرز فقراتها على وقف إطلاق النار من الجانبين وتوقف حركة الطيران كلياً في جنوبي قطاع غزة طوال أيام الهدنة و6 ساعات يومياً في شماليه، وإدخال مساعدات غذائية وطبية وإغاثية ووقود إلى مناطق القطاع كلها. هذا الاتفاق الذي أعقب مفاوضات صعبة ومعقدة بحسب مسؤولين في حركة حماس كيف ينبغي أن يقرأ في سياق حرب على قطاع غزة تجاوز فيها جيش الكيان الإسرائيلي كل قواعد الحرب المرعية، وما إمكانية أن تتحول الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأي تداعيات يمكن لهذا الاتفاق أن يتركها على القتال الدائري أو وعلى المشهد الإقليمي. هذه محاور ثلاثة نبحثها في حلقة اليوم من حديث العرب تحت عنوان الهدنة في غزة الدلالة والتداعيات، ولكن بعد متابعة التقرير التالي. هدنة مؤقتة بعد مرور نحو 50 يوما من الحرب الصهيونية على غزة، هدنة تستمر 4 أيام يصاحبها إطلاق سراح على دفعات ل50 من المحتجزين المدنيين لدى المقاومة الفلسطينية، مقابل إطلاق 150 أسيراً فلسطينياً لدى سلطات الاحتلال من النساء والأطفال، فضلاً عن إدخال مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية وبعض شاحنات الوقود لسد جزء من احتياجات الفلسطينيين في غزة المحاصرة. ومع ما يراه بعض المراقبين من أن صفقة تبادل الأسرى ليست كما كان يأمل الفلسطينيون، إذ تخلو قائمة المطلق سراحهم من أصحاب أحكام السجن طويلة المدة، إلا أن محللين يؤكدون أن اتفاق الهدنة يمثل انتكاسة إسرائيلية، إذ تخلى نتنياهو عن بعض مزاعمه المتعلقة بتحرير الأسرى والمحتجزين بالقوة، واضطر إلى عقد صفقة نادت بها حماس منذ اليوم الأول للحرب، الأمر الذي يعكس غياب أي إنجاز عسكري حقيقي على الأرض في غزة، فضلاً عما يتكبده جيش الاحتلال يومياً من خسائر فادحة تتناقص أمامها قدراته في الإنكار والتعتيم الإعلامي. الهدنة في غزة إذن بحسب ما يراه محللون، وإن قصرت مدتها، تثبت قاعدة تبادل الأسرى بالأسرى وتعزز ثبات الفلسطينيين في غزة بإدخال بعض المساعدات الإنسانية والوقود، وأنها تفقد العدوان زخم الاندفاع العسكري وتخفق ولو جزئياً خطط التهجير القسري للفلسطينيين. أما إسرائيلياً فإن حكومة نتنياهو تستهدف من خلال تلك الهدنة تقديم بعض الإنجاز للرأي العام بعد إخفاقها في تحقيق ذلك عسكرياً، وكذلك تمثل الهدنة إنقاذاً للإدارة الأمريكية وحلفائها من ضغوط داخلية متزايدة بسبب الدعم المتواصل للاحتلال مع كل ما يرتكبه من مجازر وجرائم حرب في غزة. ومع أنها هدنة مؤقتة ل4 أيام فقط في ظل تصريحات صهيونية تتوعد بمواصلة القتال بعد انتهائها، إلا أن بعض المحللين يرجحون تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتمديدها نحو إيقاف طويل لإطلاق النار وعقد صفقة كبرى لتبادل الأسرى، وهو ما يأمله كثيرون. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا هنا في الاستوديو محافظ الألقاب خالد الشريف الكاتب الصحفي، ومن إسطنبول عبر سكايب صلاح العواودة الباحث في الشؤون الإسرائيلية، وعبر سكايب أيضا من بيت لحم في الضفة الغربية عزيز العصا الكاتب والباحث. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا من بيت لحم أستاذ عزيز، بالنظر إلى حيثيات المعركة ما سبقها وفي أثنائها، مع الأخذ بالاعتبار بعين الاعتبار تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين،
أي وصف يمكن أن يطلق على هذه الهدنة الذي وقعت أول من أمس؟ يعني لا لن أنفرد أنا بالرأي الذي سأقوله، وإنما أنا أضيف صوتي إلى أصوات جميع المحللين الآخرين بأن هناك نقطة مفصلية في هذا الموضوع، وهي أن ليس الضغط العسكري هو من جاء بهذه الصفقة أو بهذه الهدنة. يعني لم يكن للضغط العسكري أي دور في الإتيان بهذه الهدنة بالمطلق، وبالتالي عندما صعدت القيادة الإسرائيلية على شجرة عالية جدا، وقلنا هذا سابقا أنها يعني صعدت على هذه الشجرة العالية وتنتظر من ينزلها عنها، ولكن الذي اكتشفناه في الأيام الأخيرة أنها اضطرت لأن تنزل عن الشجرة تحت ضغطين أو نقطتين مهمتين جدا. الأولى هي الصمود، والصمود الأسطوري الذي يشهد له القاصي والداني من المقاتلين في قطاع غزة، وهذا لنقل لو لم يكن هذا الصمود لكنا نحن الآن نتحدث عن قضايا أخرى مختلفة جدا فيها من المهانة والإذلال الكثير، ولكن هذا الصمود هو العامل الأول. العامل الثاني يأتي فيما يتعلق بالجبهة الداخلية والمجتمع الصهيوني، كيف أنه ضغط على قيادته، طبعا ضغطا واضحا كان، لأنه الأهالي يعني المحجوزين عند في غزة هم كانوا عنصر ضاغط، وكانوا يتظاهرون كما تعلم حضرتك بشكل مستمر ودائم، فشكلوا هذا العامل الضاغط. ومن هنا طبعا نتنياهو صدر عنه تصريح مر مرور سريع ولم يتوقف الناس عنده كثيرا أو المحللين، عندما قال أنه ليس كل شيء يؤخذ بالقوة، وبالتالي عندما سئل كذلك عن موضوع مستشفى الشفاء قال بالحرف الواحد، قال كنا نعتقد أن هناك حماس أو شيء لحماس أو لا، كنا نعتقد أن المخطوفين هناك، هكذا قالها، ولكن للأسف، وأركز على كلمة للأسف لم نجدهم. يعني وبالتالي نحن أمام قيادة إسرائيلية مغامرة، يعني ما اشتغلت عسكرة بقدر ما هي اشتغلت مغامرة، يعني اشتغلت حامي بارد، اشتغلت حزيرة، وكأنها دماء أبناء غزة هي عبارة عن، بالنسبة للقيادة الإسرائيلية هي عبارة عن لعبة شدة، يعني هو مجرد برمي كرت وبطلع كرت. هل هذا سيحاسبهم عليه التاريخ؟ إذا لم تحاسبهم المنظمات الإنسانية والجنائية الدولية والمحاكم الدولية، على الأقل نترك ذلك الأمر في ظل هذا العالم الظالم، هذا العالم الأعمى الأعور الذي لا يرى إلا بربع عين. طبعا ربع العين هاي الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه في العيش الكريم على أرضه ليست ضمن هذا المنظور. ربع العين ترى أن إسرائيل هي التي عليها من حقها أن تعيش، والباقي كما أطلق جالنت، وياريت هذه الفضائيات تضخم هذا الحكي وتكبره، لأنه فعلا حكي ضخم وكبير عندما يقول جالنت بأنه نحن نتعامل مع حيوانات بشرية. طيب. أنا يعني بقول أنه هذا قيادة فعلا قيادة لا تتمتع لا بقدرة قيادية ولا بحنكة حتى عسكرية، لأنه ثبت أنه ليس لديهم حنكة عسكرية، لو كان لديهم حنكة عسكرية لكانت خططهم وكانت ممارساتهم طبعا أقل عيبا مما يقومون به. سيد عزيز، أنت تحدثت عن موضوع الضغوط، وأبني على ما تفضلت به لأنتقل إلى إسطنبول. أستاذ صلاح، ما الذي يجعل يعني من المجدي القول بأن إسرائيل خضعت للضغوط؟ هي تحظى بدعم أمريكي
ودعم أوروبي مفتوح. وقال كبار قادة الكيان الإسرائيلي بأنهم لا يهتمون إلا لشأن أمريكا، وأمريكا فيما يبدو أن أعطت يعني صكا على بياض لتفعل ما تشاء. ما الذي يجعل مقنعا للمشاهد بأن إسرائيل خضعت للضغوط وهي تقتل وتزعم بأنها تتقدم؟ لماذا لا يقال في المقلب الآخر بأن هذا الاتفاق جاء في وقته، احتاج إلى وقت حتى ينضج؟ هي لم تخضع للضغوط بقدر ما أثبتت فشلها. يعني الإدارة الأمريكية أعطتها نافذة زمنية كافية لتفعل ما تريد. قالت أننا سنعيد المخطوفين بالقوة، قالت أننا سنقضي على حركة حماس، أننا سنفعل، وتوعدت وأرغت وأزبدت. والإدارة الأمريكية قالت نحن معكم بالباع والذراع، يعني لن نوقفكم، لن نعترض عليكم، سنمدكم بمال وبنين وبسلاح وماذا تريدون، نحن في ظهركم وسنخرس العالم وسنحاسب كل من يتعرض لكم وسنرسل بوارجنا لردع كل من سيساعد الفلسطينيين وسنهدد وسنفعل. هذا ما فعلته الولايات المتحدة، لكن في النهاية بعد 48 يوم نتنياهو لم يحقق شيئا. هذه الحقيقة، الجنود يموتون كل يوم في قطاع غزة، والدبابات المركبة يتم تفجيرها، والجيش يراوح مكانه، يتقدم شارع ويتراجع شارعين. يعني هذا المشهد الحقيقي في قطاع غزة هو الذي أجبر الاحتلال على التراجع قبل أي شيء آخر، وهذا ما قلناه وقاله الملثم منذ أول الحرب. في النهاية ستخضعون، ستحاولون، ستقتلون، ستدمرون، وفي النهاية ستخضعون، سيهزمون جميعا، وهذا ما يحصل. يعني هذه هزيمة رغم أنه لم تنتهي الحرب وما زال هناك جولات وسيكون هناك كثير من الشهداء، والاحتلال ما زال يمتلك آلة قتل رهيبة، سلاح الجو الجبان لديه المدعوم أمريكيا وأوروبيا ما زال يمتلكه لقتل الأبرياء في قطاع غزة، لكنه هزم أمام المقاومة. فرق بين إجرامه تجاه المدنيين وبين معركته مع المقاومة التي يهزم فيها كل يوم. وبالتالي هذا ما أجبره على قبول الصفقة. الصفقة عرضت عليه قبل الغزو البري، قبل الدخول البري لقطاع غزة، وهذا ما قاله الملثم اليوم، ولكنه كان بعنجهيته يرفض، واليوم قبل نفس الصفقة وعرض عليهم السنوار قبل الغزو البري: نحن مستعدون أن نطلق سراح كل المخطوفين، كل الأسرى لدينا، مقابل أن تطلقوا سراح كل الأسرى الفلسطينيين لديكم. قالها في بداية المعركة. في النهاية سيفعلون ذلك صاغرون، ولكن بعد فوات الأوان، وبعد أن يجربوا كل المحاولات، وبعد أن يجربوا كل أسلحتهم وإمكانياتهم، وبعد أن يدفعوا ثمنا غاليا بالجنود والأرواح والآليات والوضع الاقتصادي الذي على وشك الانهيار في الكيان الصهيوني، والحالة الكراهية على مستوى العالم التي تضاعفت أضعافا مضاعفة بشهادتهم، برصدهم، برصد مؤسساتهم وإعلامهم، وبالتالي لم يقبلوا بالهزيمة ويعترفوا بها بداية، سيعترفون بهزيمة مضاعفة كلما مر الوقت. هذا واقع قبولهم لهذه الصفقة، وليس لأنهم نجحوا أو أن الضغط الأمريكي لعب دورا. طيب أستاذ خالد، يعني أسوق إليك اختصارا من أجل السادة المشاهدين أهم فقرات الهدنة، وهي وقف إطلاق النار من الجانبين، وتوقف حركة الطيران الإسرائيلي في جنوبي قطاع غزة طوال 4 أيام نهائيا، وست ساعات يوميا في شماله، وإدخال مساعدات، مئات الشاحنات ستدخل يوميا بما فيها الوقود، وحرية تنقل المواطنين الفلسطينيين بين الشمال والجنوب دون مع ضمان عدم التعرض لهم. بالنظر إلى هذه الفقرات، هذه في الهدنة، ما الدلالة السياسية التي تلحظها، ومن المستفيد ومن الخاسر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك بداية وأحيي الزملاء الفضلاء المشاركين في البرنامج والسادة المشاهدين. بلا شك أن الهدنة تعد انتصارا لحماس والمقاومة الفلسطينية، وأن هذا الانتصار جاء ثمرة الصمود كما قال الزميل. وجه الانتصار أين أستاذ خالد؟ هقول لحضرتك الانتصار فين والهزيمة فين. انتصارا جاء لثمرة صمود المقاومة الفلسطينية، والأمر الثاني لفشل
الجيش الاحتلال وإدارة إسرائيل التي عجزت، هذا الجيش الذي عجز حتى الآن بعد مضي 48 عن الحسم العسكري للمعارك، وجود خسائر أيضا كبيرة جدا لدى الاحتلال، من أول خسائر اقتصادية لخسائر عسكرية، خسائر في المعدات، خسائر في الأرواح، خسائر في الأموال. حتى الآن 330 و35 آلية عسكرية تم تحطيمها، خسائر اقتصادية 55 مليار دولار حتى الآن جملة الخسائر، فضلا عن الضغوط الداخلية والخارجية على نتنياهو الذي كان صلفا للغاية ومغرور للغاية، يعني أرغمت أنفه في التراب حماس والمقاومة. بلا شك أن أيضا أن المقاومة سطرت بطولات عديدة خلال الأيام الفائتة، هي تحارب وتجابه جيش لا يقهر ولدي، والعالم كله يدعم هذا الجيش الاحتلال، وفي الوقت نفسه العرب والمسلمين يعني أعطوا ظهورهم للمقاومة الفلسطينية. هذا يعد انتصارا للمقاومة التي بادرت وأربكت العدو، أربكت العدو من أول يوم، حتى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك رؤية، يعني أصبح مشتتا ولا يملك رؤية، وربما هذه الهدنة هو التي طلبها من أجل ترتيب أوراقه، جمع معلومات إضافية، وإعادة تحريك قواته مرة أخرى. هو في حاجة لهذه الهدنة، وهذه من سلبيات أيضا الهدنة، ربما يكون سلاح ذو حدين، تلتقط المقاومة أنفسها وتعيد استقبال المساعدات. نعم النكاية في الشعب الفلسطيني أو في أهالي غزة كبيرة جدا والمصاب كبير، لكن المحصلة أكبر، المقاومة هي التي بادرت بالمعارك. أيضا المقاومة لديها خطاب إعلامي رائع صدرته للعالم لمشروعية، أولا بيان مشروعية المقاومة، مشروعية العمليات، هذا أوضحه أبو عبيدة من ومحمد ضيف من أول لحظة، مشروعية المقاومة. أيضا الحقائق التي رصدتها وتصديره للإعلام والناس تنتظر سواء في الداخل أو في الخارج، سواء شعب إسرائيل أو الشعوب العربية، الكل تنتظر. أيضا الدقة في المعلومات والحقائق، كما تعلم أن إسرائيل من أول يوم صدرت خطاب إعلامي زائف ويعني كلها أباطيل وأغاليط، حتى أن أكبر رئيس دولة وقع في هذا الزيف وهذا الخداع. أما خطاب المقاومة فكان خطاب حقائق وخطاب ينتظره الجميع، ولأول مرة في تاريخ الإعلام على فكرة أن يخاطب الناس ملسم لا يعرفون وجهه ولا كنها، ومع ذلك ينتظره الناس ليعرفوا الحقائق. هذا انتصار كبير للمقاومة، انتصار إعلامي كبير، وانتصار أيضا على الواقع من خلال عملياته التي يعني ربط جمهوره به باستمرار، مخاطبة الجماهير باستمرار، والتعريف بعملياته اليومية، وهذا قمة النجاح. لكن ما زال هناك تحديات في الواقع، إلى أي مدى يمكن تحويل هذا الاتفاق إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار؟ هو ما نحاول أن نعرفه مع ضيوفنا الكرام بعد هذا الفاصل. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين،
عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا، رسموا لمن ورث الثرى آدارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعيا على شاشة قناة الرافدين. بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. حياكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن الهدنة الموقعة بين المقاومة في غزة والكيان الإسرائيلي وفرص تحولها إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. سريعا أذهب إلى بيت لحم. أستاذ عزيز، يعني هناك عدد من الزعماء بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة عبروا عن تطلعهم لأن تتحول هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار. بالنظر إلى المعطيات الراهنة، وعندما أقول المعطيات يعني الدعم الأمريكي الذي ما زال مفتوحا، الدعم الأوروبي، ونحن كلنا نعرف أن بريطانيا أقالت وزيرا وأقالت مساعدة محافظ لمجرد أنهما طالبا بوقف إطلاق النار. بالنظر إلى هذه المعطيات والقوة النارية التي تستعملها إسرائيل والخطاب السقف العالي الذي يقدمه نتنياهو مخاطبا به الجبهة الداخلية، إلى أي مدى يمكن لهذه التطلعات بتحول هذا الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم يمكن أن تكون واقعية وعملية؟ يعني نعيد مرة أخرى القول بأن المفصل الرئيسي في كل هاي العملية التي حضرتك تتحدث عنها هي المقاومة وقوتها وصمودها وصدقها العالي الذي جعلها تشكل مدرسة في الإعلام الحربي، مدرسة في الإعلام العسكري. وأنا متأكد أن الغرب هذا الاستعماري الكاذب الضال والمضل أنه سيدرسها في كلياته الحربية. هذا الصدق العالي الذي تتمتع به الإعلام العسكري المحارب للمقاومة سيكون له دور وله صولات وجولات على المدى القريب القادم وعلى المدى البعيد. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك صراع خفي، يعني لا نسميه صراع، نسميه اختلاف بين إسرائيل وأمريكا فيما يتعلق بقادم الأيام، فيما يتعلق بالمعركة ومدى إمكانية استمرارها. الأمريكان طبعا راغبون بقوة بأن يتجنبوا أي صدام إقليمي، وبالتالي هم يلمحوا أحيانا وأحيانا يصرحوا بشكل واضح لأنه يا نتنياهو نحن لا نريد أن نقحم أنفسنا بصراع إقليمي. هذا العامل الأول. العامل الثاني، أرجو أن نلتفت إلى قضية مهمة، أن الأربع أيام هي قابلة للتمديد وذات صلة بالإفراج عن محتجزين، وبالتالي يعني سيكون اليوم الخامس أعتقد يتم الإفراج عن 10، اليوم السادس عن، يعني طالما فيه عشرات طالما فيه تمديد. طول التمديد أعتقد أنه سيكون يعني هو أحد الأسباب، وقد يكون هو السبب الأضعف ولكن هو سبب. العامل الثالث، خلينا نرجع للإقليم. الإقليم، وهو الإقليم هذا أمام سؤال مهم الآن، هل هذا الإقليم يعني مصر أن يستمر في المراقبة من بعيد لبعيد دون أن يكون له أي دور في إخراس هذه الآلة العسكرية المجنونة التي تحصد الأطفال والنساء؟ هي لا تحصد للأطفال والنساء،
وبالتالي أنا مش قادر أفهم ما الذي حققه نتنياهو وقائلته العسكرية سوى اغتيال 15,000 من أبناء غزة و7,000 بلاغ عزيز عن تحت الأنقاض. لو أذنت لي لو عكست السؤال لك، ما الذي يمنع من أن يتحول هذا الاتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار برأيك بشيء من الاختصار؟ عن جهية الاحتلال وصلفه وطريقته السادية في التفكير، هذه يمكن هي السبب. أنا بعتبره لكن نحن تحدثنا في الفصل الأول من هذه الندوة قبل الفاصل بأن إسرائيل تتعرض لخسائر جمة على الأرض، خسائر ميدانية، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية. هناك خبراء إسرائيليين يقولون بأن الاقتصاد الإسرائيلي يستطيع التحمل وفق المعطيات الراهنة ليس أكثر من شهرين مقبلين قبل أن يتعرض لهزة قوية تشبه شيئا مثل انهيار. فهل هذا يمكن أن يكون عاملاً مساعداً على تخليق ظروف مناسبة لاتفاق ودائم لإطلاق النار؟ هذا العامل أخي الكريم، هذا العامل صحيح إذا كانت قيادة الاحتلال بدها تفكر بعقلانية. أما قيادة الاحتلال التي تفكر بمنطق العنجهية الآن هي أدارت ظهرها لكل ما تفضلت به، يعني جميع الناس وجميع المحللين بيقولوا أنه إسرائيل عمالها بتخسر يومياً 600 مليون دولار، وصارت خسرانة 50 مليار، وصار اقتصادها متوقف، وآلتها الصناعية متوقفة، والعمالة عندها متوقفة، وهي في حالة انهيار اقتصادي. ولكن أنا بلاحظ أخي الكريم أن الشكل عماله بصعد، يعني بعد ما انخفض قليلا ثم رجع صعد. ليش؟ لأنه في هناك دعم مطلق ومفتوح وأرقام فلكية عمالها بيتم تزويد الاحتلال فيها من قبل الأمريكان. زائد بالنسبة للسلاح، السلاح مفتوحة أرقام كذلك فلكية. لذلك أنا بقول أنه كل هاي العوامل أدار ظهره إلها نتنياهو، أصبح يفكر فقط بمنطق العنجهية والقوة. وإذا قادته هذه العنجهية والقوة ستقوده إلى جنون، يعني إلى جنون لن يخرشه فيه إلا صمود المقاومة الفلسطينية وتفانيها واستمرارها بما هي عليه الآن. في هذه الحالة سوف تكسر أنف نتنياهو وتجعله يتراجع. على سيرة العنجهية، هنا أتحول إلى إسطنبول. سيد صلاح، ما الشروط التي ينبغي توافرها كي تكسر هذه عنجهية القيادة التي تحدث عنها السيد عزيز من بيت لحم، القيادة الإسرائيلية، وتجعل أمر تمديد الهدنة وتحولها إلى وقف دائم لإطلاق النار أمرا ممكنا؟ ما هذه الشروط؟ السبب الأول أو العامل الأول المؤثر في المعركة منذ اليوم الأول هو أداء المقاومة على الأرض، يعني قوة المقاومة وثباتها وأدائها في مواجهة قوات الاحتلال هو الذي يؤثر في التعاطف الدولي، هو الذي يؤثر في حركة الدول، والذي يؤثر في المجتمع الدولي على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي، وهو الذي يؤثر بشكل مباشر في قوات الاحتلال وفي قرارات الاحتلال. لذلك لو وجد المقاومة ضعيفة، الاحتلال لم يتوقف عند وقف إطلاق النار، لن يقبل، لأنه سيمضي إلى النهاية. يعني هو طلب فسحة زمنية فأعطيها، وانطلق 48 يوما لم يحقق شيء. لو استطاع أن يحقق لاحتل كل قطاع غزة، لو استطاع تهجير سكان قطاع غزة لهجرهم، لو استطاع قتلهم جميعا لقتلهم. لذلك أداء المقاومة هو الذي لجمه، هو الذي ما زال يراوح مكانه، حال دخول غزة يدخل شارع ويتراجع شارعين، هذا الواقع، هذا ما يؤثر فيه، وبالتالي هذا ما يبنى عليه في المستقبل. هل ستكون تهدئة؟ هل ستنتهي هذه الحرب؟ هذا فقط أداء المقاومة. باقي العوامل الأخرى هي عوامل مساعدة ومبنية بالأساس وبشكل مباشر على موقف المقاومة. يعني الشعوب لن تهجم على الحدود ولن تتظاهر إلا بسبب نفس أبو عبيدة. من يحرك الشعوب العربية والشعوب الإسلامية، بل من يحرك الفلسطينيين أنفسهم، هو نفس المقاومة المتمثل بشخصية أبو عبيدة. عندما كل الناس يترقبون بيانات أبو عبيدة، عندما يتحدث الملثم
يتحرك الجميع، تتحرك الشعوب، تضغط الأنظمة، الأنظمة تضغط الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تضغط على الكيان وتحاول إنزاله عن الشجرة وتطرح عليه المبادرات ويتحرك. سيد صلاح، أنت ذكرت نقطة وهنا يعني لعلي أجد نفسي مضطرا للاستدراك في نقطة مهمة. الحقيقة ليست فقط المقاومة وإنما المدنيون وهم أهالي المقاومة، المدنيون في غزة شكلوا مفاجأة كبيرة ربما للرأي العام الدولي أو لإسرائيل وحلفائها الغربيين بصمودهم ورفضهم مغادرة غزة، وتحملوا القتل وتحملوا التدمير وتحملوا هدم البيوت. إلى أي مدى يمكن لأحد بنود هذه الاتفاقية الهدنة وهو إدخال المساعدات، مضاعفة أعداد الشاحنات التي ستدخل من إغاثية وطبية ووقود، إلى أي مدى أن يساعد في استمرار هذا الصمود ومن ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة من اتفاقات جديدة تكون أكثر ديمومة فيما يتعلق بإطلاق النار؟ بالتأكيد، يعني كون هذا الأمر أساساً تراجع لدى الكيان الصهيوني يعني دليل على أنه كان يستخدم هذا الأمر سلاحاً لكسر إرادة الفلسطينيين. الضغط على المدنيين بالقتل والتهجير هي وسيلة ضغط، وهي في النظرية العسكرية قضية الردع، قضية ردع المقاومة من خلال قتل المدنيين، دكترينة الضاحية أو نظرية الضاحية التي استخدمها في الضاحية الجنوبية في بيروت، ثم استخدمها في الحروب الماضية مع قطاع غزة في الشجاعية وفي جباليا وفي حي الزيتون وفي رفح. اليوم يستخدمها على مدينة غزة كلها، بل على قطاع غزة كله. يعني هذه المحاولات هي ضد المدنيين أساسا، والصمود صمود المدنيين ليس المقاومة، هي حاضنة المقاومة هي المدنيون، أهل سكان قطاع غزة جميعهم أطفال ونساء. يعني هذه الصواريخ وأطنان آلاف الأطنان من المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة هي ألقيت على الأطفال والنساء وعلى الأبرياء، وبالتالي المقاومة تتحدث عن كل فلسطيني موجود في قطاع غزة، ليس فقط من يحمل السلاح. بالمناسبة في قطاع غزة الآن من يدير المعركة مع قوات الاحتلال هم عشرات، بشهادة الاحتلال هم عشرات فقط أو ربما أقل. يعني بين من يطلق الصواريخ في كل أنحاء قطاع غزة وبين من يشتبك مع قوات الاحتلال البرية المتوغلة هم فقط عشرات. يعني هناك آلاف من لم يمدوا أيديهم إلى الزناد بعد. تقصد أن هناك الآلاف من لم تدد أيديهم إلى الزناد بعد؟ بالضبط، ينتظرون دورهم بشوق وحرقة، يريدون دخول المعركة، ولكن هي المقاومة هكذا، حرب العصابات هكذا، الطرف الضعيف يستخدم التكتيكات المقاومة، هذه قوة قليلة جدا بأسلحة نوعية توقع خسائر في العدو ولا تكشف نفسها ولا تخوض هجوما استراتيجيا، لا تخوض مواجهة استراتيجية. هذا حرب العصابات، الصراع غير متكافئ، هذه قواعده، والمقاومة ملتزمة بهذه القواعد، وإلا لاستطاع الجيش تدميرها كما الجيوش العربية في ساعات. سلاح الجوي يستطيع القضاء على كل الجيوش، لديه أسلحة فتاكة، لكن في النهاية هذه مقاومة، هذه حركة تحرر وطني، هذا ذراع عسكري لحركة مقاومة وليس جيشا نظاميا. لذلك يقاتل بقدر الحاجة، والمن قوات النخبة أو الوحدات التي تشتبك مع العدو هي وحدات قليلة جدا ومدربة جيدا وتكتسب الخبرة في القتال وتمد بآلاف المقاتلين الذين ينتظرون دورهم، وهذا سر صمود واستمرارية المقاومة. طيب، واكتسابها الخبرة. لكن بينما العدو يريد أن يحسم بسرعة، يريد أن ينهي الحرب بسرعة. نعم، وهذا ما لا يستطيع. لكن أن يفعله. لكن سيد صلاح، اليوم لدينا ترحيب دولي واسع بهذه الهدنة، وهنا أتوجه إليك سيد خالد، لدينا ترحيب دولي واسع بهذه الهدنة يمكن البناء عليه لتخليق مناخ سياسي أكثر قبولا باتفاق أكثر ديمومة. لكن المشكلة أن حماس والمقاومة بشكل عام منكشفة سياسيا، ليس هناك غطاء سياسي يدعمها ويتحدث باسمها. كيف يمكن إيجاد حل لهذه المعادلة؟ ترحيب دولي باتفاق الهدنة، ميل دولي إلى وقف إطلاق النار مع عدم وجود غطاء سياسي للمقاومة، من الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة؟ ما زلت أقول أن الهدنة في صالح إسرائيل أكثر، لتلتقط أنفاسها ولتعيد ترتيب أوراقها. وغالبا هو الهدن العسكرية
تجعل الطرفان في اللذان يخوضان الحرب ليعيدان ترتيب أوراقه، المراجعة والترتيب. لكن في غزة هناك أرواح مدنية. نعم، أرواح مدنية، وهو الحرية والانتصار لها ثمن، وأظن أن وكان الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة والتهجير بلا معارك وبلا سلاح وبلا مقابل، لكن الآن هناك ذراع مقاومة قوية، وإسرائيل استنفذت كل خياراتها العسكرية، ويجب أن يكون ذلك في الحسبان. إسرائيل استنفذت كل خياراتها العسكرية من إبادة للشعب الفلسطيني، من حصار لغزة، من قطع للمياه، من قطع للوقود، من تجريف غزة من كل وسائل الحياة لتصبح عديمة الأرض بلا حياة. استفزت كل وسائلها، ومع ذلك هناك صمود وهناك انتصار وهناك عمليات يوميا يتصدر المشهد عمليات المقاومة. هذا انتصار، وبركة الجهاد بلا سند ولا ظهير ولا غطاء سياسي تنتصر المقاومة، لأن النصر يأتي بأسباب ومن غير أسباب. لكن هذه بركة الجهاد، أن العالم كله يعادي حماس ولا يعطيها غطاء سياسيا ويعتبرها إرهابيا، وتنتصر في النهاية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وانظر ماذا يقول ربنا سبحانه: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا الأجر رفعة في الدنيا وثوابا في الآخرة. هذا في الجانب العسكري أنا والقتالي، لكن بالنهاية أريد أن معذرة أقولك يعني أقصد أنه هذا 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 الأداء العالي جدا للمقاومة على الأرض من الطبيعي أن يحتاج إلى غطاء سياسي. من الذي يمكن أن يقوم بهذا الدور؟ هل مثلا يمكن، خاصة في ظل تقاعس المحيط العربي؟ أقول لحضرتك، تفضل. المقاومة أجبرت بعض الأنظمة العربية ومنها مصر، منها السيسي نفسه أن الآن يقول أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر خط أحمر. وأين كان هذا الكلام وهذا القول فيما فعله في سيناء من تجريف سيناء، نعم، من إخلائها، من بناء مساكن لاستقبال المهاجرين، وأيضا من استقباله للمعونات، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وبعض المعونات من الخليج، التي بلغت حتى الآن بلسان الحكومة المصرية 20 مليار دولار هتأخذها لله الوطن، ولا مقابل ذلك إغلاق معبر رفح. أين كان هذا؟ يعني لكن أنا هناك دول عربية يمكن أن تؤدي دور الغطاء السياسي للمقاومة الآن، ستجبرها المقاومة على أن تعطيها غطاء سياسي وأن تحترمها. لأن حتى الآن هذه عمليات المقاومة أثارت انتباه الكل، أنهم لا يعلمون مدى قوة القوة العسكرية التي تملكها حماس والمقاومة الفلسطينية. حتى الآن يضربون أخماسا في أسداس. وأنا أقول أما العدو الصهيوني يعلم تمام العلم يعني قوة حماس وقوة وكل الفصائل الفلسطينية ولذلك يأخذ خطوات إلى الخلف. أنا أظن أن الهدنة سوف تتمدد إلا إذا يعني وكل الحسابات مفتوحة، إلا إذا يعني استمر نيتنياهو في صلفه، فسوف يتولى الجبهة الشمالية لضرب حزب الله وقدرات حزب الله. لكن إن هو يكرر ما فعله في غزة، أنا لا أظن ذلك، خاصة وأنه ربما أن يأتيه العقاب من الداخل الإسرائيلي. مشاهدين الكرام، فاصل أخير ومن ثم نعود للحديث عن التداعيات التي يمكن أن تخلفها هذه الهدنة، سواء على المشهد القتالي في أرض المعركة أو على المشهد الإقليمي العام. نعود بعد فاصل أخير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل
وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم إلى الجزء الأخير، وفيه نبحث تداعيات الهدنة بين المقاومة في غزة والكيان الإسرائيلي. سريعا أذهب إلى بيت لحم. سيد عزيز، كيف تتصور الأثار السياسية التي يمكن أن تنتج عن هذه الهدنة في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أنه إذا أراد العالم أن يكون موضوعيا ومنطقيا وأن يتحرر من الحكم المسبق المطلق، أعتقد أن أهم يفترض أن يكون توصل إليها العالم بأجمعه هو أن الشعب الفلسطيني على هذه الأرض له الحق المطلق في أن يعيش بكرامة على أرضه. والنقطة الثانية، كيف يعيش؟ هناك قرارات وهناك اتفاقيات تؤشر إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية تجمع الضفة وغزة وعاصمتها القدس بين قوسين الشرقية كما يرددون أحيانا. هل إذا أراد العالم أن يكون موضوعيا، أما إذا استمر بعملية كما قلنا قبل قليل ما وصفناه بالعنجهية والصلف، فسيبقى متنكرا لحقوق شعبنا. ولكن أنا أود أن أعرج على الموضوع مهم بالنسبة للنتائج أستاذ الفاضل أيها الحبيب، موضوع الصمود أهل غزة وعدم استجابتهم لضغوطات التهجير وما قابلها على الجانب المصري من إصرار الجانب المصري على رفض فكرة التهجير، أعتقد أنه كان لها دور مهم. والنقطة الأخرى، علينا أن نلتفت بأن مصر الآن فتحت ساحاتها من أجل معالجة المرضى، ووزير الصحة المصري أعلن عن توفر 11 ألف سرير و37 مستشفى و38 ألف طبيب و25 ألف ممرض. شعبنا في مصر حبيب وحنون ويحبنا لحد الثمالة. وبالتالي أنا أعتقد أن الأفق السياسي إذا أراد العالم أن يعمل بالاتجاه الصحيح هو قائم، علما بأنه يعني جميع المتحدثين، أنا بذكر لما سمعنا الخطابات القمة العربية والإسلامية لما اجتمعوا معا جميعهم فرادة، طبعا مش جماعة، فرادة، جميعهم أكدوا على ضرورة الحل السياسي، ضرورة الحل بعيد المدى أو طويل الأمد، وضرورة أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه. ولكن للأسف لما طلع البيان الختامي لم يكن يشفي الغليل ولم يكن جادا كثيرا في هذه النقطة، ولم يتم إبرازها بشكل واضح حتى تكون رسالة للعالم. ولكن أنا يعني سمعنا في أكثر من مرة، أكثر من مناسبة، الخطاب الأمريكي بلينكن وبايدن، على الأقل يعني عدي أول أسبوع أو أسبوعين لما كانوا كل واحد فيهم يتفاخر بأنه أصله يهودي أو أصله صهيوني، لا، ما بعدها صاروا يتحدثوا بوضوح عن ضرورة حل الدولتين بشكل واضح، صار ينحكى عنها. نحن لا نراهن عليهم ولا نثق بهذه الوعودات، قد تكون هذه الوعودات عبارة عن ضر للرماد في العيون في حينه من أجل يعني الخلاص من الموقف. ولكن النقطة الأخيرة بعد إذنك، أعتقد وهذه يمكن ما تكونش كثير قوية، أعتقد أن الرأي العام لشعوب العالم المختلفة، أنا لم أرى في أي عاصمة في العالم جمهور أو منظمة أو جزء من الشعب رفع علم إسرائيل، كل البشر رفعوا علم فلسطين، كل البشر رفعوا هتفوا لفلسطين. يعني أعتقد أن هذا
قد يشكل ثقل أمام السياسيين في بلدانهم. ولو أنه يعني صانع القرار اللي في يده الكبسة هذا هو اللي بيتحكم في النهاية، اللي بيكبس على الزر هو اللي بيتحكم وليس الشعب، ولكن لا، أنا دعني يعني أعطي مساحة ولو ضيقة لهذا المواقف. نعم. الشعوب قد يكون لها مساحة وإن نعم. كانت ضيقة في الأثر المستقبل. لكن في سياق الحديث عن التداعيات، وهنا أسأل السيد صلاح، في سياق الحديث عن التداعيات، كيف سيستفيد المجتمع الغزي سواء كان مقاومة أو مدنيين من هذه الهدنة وتبعاتها فيما بعد؟ المجتمع الغربي الغزي أقصد الغزي في غزة. بالتأكيد يعني أولا توقف القصف هو بحد ذاته فائدة، يعني قد يستطيع البعض النوم، في تستغرب يعني أن الناس بحاجة للنوم، لا يناموا في غزة بسبب القصف، بسبب صوت الزنانات، الطائرات بدون طيار التي تراقب أجواء غزة 24 ساعة. وأحياناً وأنت تشاهد البث المباشر لإحدى القنوات من قطاع غزة أنت تنزعج من صوت الطائرات بدون طيار، وأنت تشاهد عن بعد آلاف الكيلومترات، فكيف بالمواطن هناك في الشارع في قطاع غزة وهو يسمع الصوت مباشرة؟ هذا تعبير بسيط عن الضغط الذي يعيشه المواطن الغزي. يعني المواطن الغزي الذي صامد هناك صامد تحت ضغوط لا يحتملها الآخرون، وبالتالي أي فسحة أي وقف لإطلاق النار هو مكسب للمواطن الغزي، إضافة إلى إدخال مساعدات، إدخال وقود، إدخال أدوية، إخراج جرحى، سماح لناس بالمغادرة، بالتنقل، بالحصول على حاجيات. بالتأكيد في النهاية الهدنة هدفها من ناحية المقاومة من ناحية الفلسطينية هو هدف إنساني يلامس حاجات الناس الأساسية. نعم، هو هدف إنساني، لكن في النهاية في المحصلة سيعود بإطالة النفس على المجتمع الغزي. وهنا أتحول لأختم مع الأستاذ خالد، يعني تحدثت عن نقطة مهمة أنه المقاومة قد تجبر المحيط العربي على تشكيل غطاء سياسي. هل تتصور صورة هذا الغطاء السياسي وكيفية التحرك للاستفادة من هذه الهدنة ومن الزخم الذي تحدثه المقاومة على أرض الميدان التي أجبرت في النهاية إسرائيل على الانصياع لهذه الهدنة؟ أعتقد أن أولى الغطاء السياسية هو إعادة القضية الفلسطينية للواجهة مرة أخرى، دفع الجناح السياسي للمقاومة للصدارة مرة أخرى بعد التأزم برئاسة هنية للحكومة، وأيضا عدم فاعلية محمود أبو مازن. يعني هناك مرحلة جديدة يجب أن يتناغم مع العرب والعالم مع حماس. أعتقد أيضا هناك انعكاس إيجابي على التيار الإسلامي عموما في بلادنا العربية، رد الاعتبار للتيار الإسلامي بعد انتصار حماس، بعد الحملة الشرسة ضد التيار الإسلامي بعد الربيع العربي سيرد اعتباره. أيضا ضرورة رفع الحصار عن غزة، يعني التفكير جليا لرفع الحصار عن غزة والتعامل مع حماس أنها قوة فاعلة، والمقاومة الفلسطينية في غزة كأنها قوة فاعلة في المنطقة. يعني هناك مرحلة جديدة ستنعكس سواء على بلدنا العربية أو على المنطقة أو الدول الإقليمية. منها أنا أستطيع أن أقول أن مصر ستعيد النظر في تعمير سيناء، في إعادة ترتيب الأوضاع في مصر، انعكاس على الداخل الإسرائيلي. وأعتقد أن يعني نتنياهو أوشك على الرحيل، خاصة أنه يفتقد للظهير شعبي ودولي. العالم كله سوف يعيد النظر في تعامله مع حماس والقوى. أشكرك. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي في الاستوديو خالد الشريف الكاتب الصحفي، ومن اسطنبول عبر سكايب صلاح العواودة الباحث في الشؤون الإسرائيلية، ومن بيت لحم في الضفة الغربية عزيز العصا الكاتب والباحث. وبطبيعة الحال كل الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة، دمتم في حراسة الله.